يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما المراد بالوفاة هنا؟ المذكورة بقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. قال: والمراد بالوفاة وفاة القبض، أنه قبض حيا ورفع إلى السماء. فالوفاة معناها القبض، قبضه حيا ورفعه إلى السماء. وقيل وفاة النوم، أنه نام أصابه النوم ثم رفع. أما الوفاة التي بمفارقة الروح إلى الجسد، هذه لم تحصل لعيسى إلى الآن، إنما تحصل بعد نزوله عليه السلام، بعد نزوله إلى الأرض، ثم يقتل الدجال، ثم يحكم بالإسلام، ثم يموت كما يموت غيره. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان. نعم.